كنت وبقيت مش مجرد اسم برنامج، لكن خبرة حقيقية من حياة ناس عايشين وسطينا، جايين يحكولنا عن اللي ربنا عمله في حياتهم ويقولولنا هما كانوا ايه وبقوا ايه. انا كنت فين وصبحت فين، باب اتقفل وظهر بابين، الدنيا كانت خدعاني وراها مشيت، والسكة كانت معكوسة من يوم ما بديت، عشت الغلط كله شفت العذاب كله، واللي يشيل الهموم يتقل عليه حمله. انا كنت فين وصبحت فين، باب اتقفل وظهر بابين. وفي يوم صرخت يا رب هون علي الصعب، قال لي شعاع الامل يدخل ويملى القلب، ساعدني يا رب ساعدني يا رب. كنت تايه متغرب ورجعت البيت، وكنت مش راضي بحالي ودلوقتي رضيت. كنت تايه متغرب ورجعت البيت، وكنت مش راضي بحالي ودلوقتي رضيت، وجاي للعالم بشهد كنت وبقيت، وجاي للعالم بشهد كنت وبقيت. المرض شيء خطير، وقدام خطورته دي اوقات كتير بنقف عاجزين مش عارفين نعمل ايه، ونسمع الدكاتره بيقولوا دي حاله ما يقوس منها. يا ترى ايه اللي ممكن يحصل لشخص لما يسمع جمله زي دي؟ هو ده اللي هنعرفه من خلال قصتنا النهارده. انا اسمي ساميه وبشتغل طبيبه، جوزي استاذ جامعي دكتور جامعه، عندي ثلاث ولاد، ثلاث بنتين وولد، انا بعرف ربنا من صغري، لكن اتشغلت كتير في شغلي وفي بيتي تربيه ولادي. كنت بروح الكنيسه يوم الاحد وكنت فاكره ده كل حاجه، طالما ان انا ما بعملش حاجه غلط، انا بخدم بيتي واسرتي، وده شيء رائع طبعا، حلو ان انا اطلع ولادي يعرفوا ربنا، لكن برضو مش هي دي الغرض ربنا، لان احنا ما كنتش مدياله ان هو يكون هو الاول في حياتي. انا بديت جسمي ورم شويه، رجلي اتورم، وشي، والناس تقول اذا انت حاطه اي حاجه في بقك. الى ان جات يوم انا كنت نايمه على السرير ولسه بتكلم، وبعدين حسيت حاجه خبطتني في راسي، قلت اي 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 ثلاث مرات، وبعد كده رحت من الدنيا خالص. ابتديت افكر كطبيب ان الموضوع بقى جد، فابتديت نعمل تحاليل للكلى وللقلب ونلف على الدكاتره، وابتدى الورم يزيد في جسمها لدرجه ان الجلد كان بيتشقق وينزل ميه، ابتدت تنزف بسيط، والنزيف ده ابتدى يزيد من مناخيرها وبقها وحاجات زي كده، ابتدى عضلاتها، احس ان عضلاتها ضعيفه جدا. حاجات كتير الحقيقه اتلخبطت فيا، لساني مش قادر اتذوق اي حاجه، والضغط عالي قوي، وابتدى النبض يقل قوي قوي قوي، لغايه ان انا كنت اوقات احط ايدي على النبض الاقي القلب عمل ضربه واحده، وبعدين فتره سكوت مفيش نبض خالص، وبعدين يبتدي واحده او اتنين، وكنت اوقات اعد بصعوبه جدا توصل 18 في الدقيقه اللي هي المفروض طبيعي 72. بقيت اروح للدكاتره اقول لهم يعني طب ادوني حاجه تخفض، مفيش حاجة، يعني هم مش عارفين ايه اللي عندي عشان يدوني. اخر دكتور رحت له كان اسمه بولغا اليونجي، راح قال لي الحالة عويصة الحقيقة. انا لا قادر اشخصه، ولا مر علي مرض زي كده ابدا،
ومنساش رد سامي عليه، ابتسمت وقالت له نظام المرض عويص عليك، يبقى ربنا يشفيني، ليس هناك صعب على الرب. كانت الكنيسة بتصلي ليل نهار الحقيقة، وكان الخادم اللي موجود معانا يقوم نقف كلنا ونرفع كلنا بصوت واحد صلاة. ساعتها حسيت ان السماء كلها بتترج. جه مرة انا بقرا الانجيل وبصيت لقيت الآية، قد سمعت صلاتك، قد رأيت دموعك، هأنا أشفيك، اللي اتقالت لحزقية، اللي الرب قالها لحزقية لما كان حيموت، وصلى والرب أضاف لي لعمره سنين. فأنا ده موجودة في ملوك الثاني 20. حسيت إن الآية دي لمعت قدامي، وحسيت إنها طلعت من الكتاب، وحسيت إنها بتكلمني، وخدتها الحقيقة وعد من الرب. المرض يزيد وأنا متمسكة بالآية دي، وعارفة إن هو هيستجيب، لدرجة إن أنا كأني خلاص شفيت. أجي أروح لها في الأوضة، أجي ألاقي جوزها وديع قاعد في الكنبة في الريسبشن هنا قاعد بيركع وبيصلي. نخش جوه فوق نقول لها ازيك يا سامية، هي تبتسم وتقول اشكر ربنا الحمد لله، عمرها ما تزمرت، لكن كل مره نلاقيها مبتسمه لدرجة احنا ما كناش نعرف بالظبط في ايه، شهور وهي عماله بتسوء حالتها ومش عارفين، وقفلت العياده وبقينا نقول طب حقيقة جوزها يصفرها، يعني ما دام مش لاقيين لها علاج هنا ان شاء الله يبيعوا كل اللي حاجتهم ويصفروها. سافرت لندن، رحت للدكتور فبص كده قال لي لا نعمل الكورتيزون ونشوف شكله ايه. لما عمل كورتيزون قال لي ياه ده الاجهزه بتاعتنا مش قادره تجيب الحد بتاعها، لان الاجهزه خلاص جابت الاقصى ما عندها. كنت اقول للدكاتره اعمل ايه، طب لساني اللي مش، طب شعري اللي بيقع، طيب ضغطي اللي بيبقى عالي، طب ايه اعمل ايه، اخد ايه ادويه. قالوا لي احنا الحقيقه مش عارفين حاجه عشان نقول لك عليها. قعدوا يعملوا بقى فحوصات تانية، وكان ساعات اروح نص الليل في المستشفى عشان ياخدوا عينه دم نص الليل، لازم ليها توقيت معين، يدوني ادويه عشان يحللوا بعدها، الادويه دي يمكن تنهيني بالثلاث ايام. جه كلمني الدكتور قبل ما سافر بمده قريبه وقال لي احنا عملنا كل سلطه وقلنا لو عملت منظار ونلاقي حاجه في الرئه. عمل المنظار، التشخيص كان حاجه اسمها اوت سيل كارسينوما، وده اخطر واصعب انواع سرطانات في الرئه، وقالوا لها مفيش فايده في العلاج، الانجليز صرحه جدا مع المريض، فهموها ظروف ما فيش علاج لا دواء ولا عمليه ولا اي حاجه، وترجعي تموتي في سلام. لما قابلتها في المطار قالت لي انت عرفت التشخيص؟ قلت لها يعني سكت شويه كده، بقيت لي محطوط في جيبي قرار الموت اللي قرروه الانجليز، لكن في قلبي قرار الحياه من ربنا يسوع المسيح. كان في جناس جماعه صحابنا قوي، عيله يعني تربينا مع بعض، هم في لوس انجلوس، كلمونا في مصر انتوا رجعتوا ازاي، طب ما جيتوش ليه عندنا، قلنا لهم الحكايه كذا 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 والتحاليل قال كذا وخلاص هنيجي نعمل ايه، فقالوا تعالوا برضه. وانا بصلي نص الليل بصيت لقيت تليفون منها من الست دي، قالت لي احنا عارفين ان انت جايه خلاص، وحددنا كل حاجه ووضبنا كل حاجه، بس هاتي الاشعه معاكي. هي قالت كده، فانا حسيت ان ده صوت من الرب. فراحت امريكا، وهناك الاطباء قرروا ان ما ينفعش عمليه، ده حاجه خطره جدا، النبض ما فيش، البوتاسيوم قليل قوي، وضع خطر جدا، هتستحمل تغيير تستحمل عمليه. فالدكتور مدحت احد الخمسه اللي في امريكا قال للجراحين هناك وللتخدير، ما هي ميته ميته، اعملوا اللي تقدروا عليه، وهي ماتت محدش هيزعل لان هي ميته ميته. تاني يوم بقى كان يوم الاحد، وقالوا نصلي نروح للكنيسه نصلي قبل يوم العمليه. رحنا للكنيسه، وبعد ما الناس كانت قطريه، هي طنط دي كانت موصيهم كلهم يصلوا، قعدوا يصلوا، خلصوا الكنيسه وروحوا، والقسيس قال انا هقعد معاكي احفظك، دهني بزيت وصلى، وقال ايه رايك؟ هم هيفتحوا مش هيلاقوا حاجه. فراح الدكتور ده قال له يا ابونا سرطان، طلع سرطان، وعملت في انجلترا، وجاي عملنا التحاليل تاني وطلع زي ما لا زي ده. ثاني يوم بقى رحت المستشفى، واحنا في السكه في الرحيل
ماما بقى عماله ترتل ومبسوطه وبترتل وفرحانه وعندها سلام جامد. هي ماما مؤمنه رائعه الحقيقه. فبقت يا ستي دي تقول ايه ده، دي اتخوتت الست دي، بنتها بنقول لها في عمليه خطره وجايز ما تنجاش منها وجايز كده تموت وهي بترتل ومبسوطه. فوصلنا بقى هناك قالوا لي طب حددتش الليله دي في المستشفى. تاني يوم عملت العمليه. طبيب الجراح بيقول ان انا كنت ماشي بالمشرط وحاجه بتقفل الدم معايا وما كانش فيه من السيوله و و و بيقول انا ما شفتش عمليه اسهل من كده، المشرط ماشي وحاجه بتقفل. احسان الله ومحبه الله وقدره الله قبل كل حاجه. هما شالوا فص من الرئه وحللوه اللي طلع فيه الورم السرطاني ده، فلما حللوه قالوا له خلاص طلعت النتيجه، بينده للدكتور يقولوا له التقرير. طبعا طلع ما فيش القص الكارسينوما ولا المرض السرطاني خالص، ده كان زي ازازه سم فيها كورتيزون، كان كل نقطه فيها كانت كفيله ان تموت بني ادم، لكن ما طلعش سرطان ومش محتاجه لعلاج ولا هتاخد كيماوي ولا هتاخد اي حاجه. عشنا فتره مؤلمه صحيح وبعيط كتير قوي قوي، لكن انا مش قادر انسى ان انا اتعلمت كمؤمن ازاي اصلي. كنت بكلم الرب كشخص واقف قدامي بحكي له وانا بقول اذا كان في وعظ بيقف في كنيسه ويقول ان الله رؤوف ورحيم وقدير وبيقدر ظروفنا، فانا اللي اقول لان انا اللي اختبرتها في حياتي وانا بتكلم معاه وبصرخ ليه من اجل سامية المشكله. لما جم يحاسبوا بقى بعد العمليه جه الدكتور بقى ده بيقول لي انت مش ممكن هيخفضوا لك، لكن هنقول لهم قسطوا الفلوس. قلت له خلاص وليكن. راح يقول لهم الحساب كام؟ قالوا له مجانا. مفيش خالص. استغرب بقى، استغرب جدا، قال ما حصلتش في المستشفى انا فيها من زمان، ما حصلتش حاجه زي كده. الدكاتره ما خدوش فلوس والمستشفى ما خدتش فلوس والرب هو اللي دفع كل حاجه، الحساب هو. بعد ما جيت بقى في مصر جايه بقى من غير حاجه خالص، كنت طبعا خسيت قوي قوي لان نزل الميه دي كلها ونزلت الاورام دي كلها وبقيت رفيعه خالص وشعري مفيش خالص. كان منظري برده صعب قوي، لكن هو اخواتي قالوا لازم تلبسي شرب بقى عشان ما تقدريش تقابلي حد بالمنظر ده. قعدت فتره وقالوا لي 6 أشهر ما تتحركيش من السرير علشان خاطر انت عندك هبوط في القلب. حتى لما كان كل الكنيسه فرحانه بقى وجايه تستقبلني في المطار قالوا لهم ولا حد يسلم عليها باليد لان دي صعب عليها، هي مش مستحمله اي حاجه. طبعا هي لما رجعت كانت طبعا الورم الميه اللي كان في الجسم طردت من الجسم كله، فبقت شويه عض جلد على عض، واحده بدون شعر صلعه تماما بدون جفون بدون رموش، كان منظر صعب جدا. كانت رايدة على السرير طبعا العضلات كلها شبه مشلوله ما تتحركش، وكنا اللسان مش موجود، ضوافر مش موجوده. كنت بركع جنب السرير في الارض احط نقطه بنقطه لبن او عصير عشان يدوبك تقدر تبلعه وما بتتحركش. تامن يوم بالظبط راجع من شغلي من بنها، لقيت سامية واقفة بتطبخ. لسه يحط المفتاح فتحت له الباب ولقاني قدامه قال لي ازاي الكلام ده؟ قلت له لا يعني خلاص انا حاسه نفسي كويسه مش هقعد في السرير تاني. بقيت اقول مين مصدق العضلات اشتغلت واحده بتطبخ خلاص. يعني انا دايما اسف انا دايما اقول للعاجلين ربنا لما هيامر بالشفاء شغله 10 على 10 مش هيش في المريض 9 على 10 ولا 8 على 10 شغل ربنا 10 على 10. كان الكلام ده في اكتوبر، على ديسمبر كنت في الكنيسه وكنت بشهد عن امانه الرب وكنت بقول اختباري في الاجتماع عندنا. عاوز اقول ما قعدتش 6 أشهر اللي هم قالوا لي عليها، لكن هو الرب صالح الحقيقه. كانت خطته خطوه بخطوه لغايه لما يوصلني للي هو عاوزه. طول الوقت الفاضي يا بتصلي لحد يا بتفتقد حد يا بتزور مريض يا بتدور على حد محتاج حاجه تعملها له. فالحقيقه الرب استخدم وقتها وبقيه حياتها
في خدمته اللي بكل قلب يعني بكل محبه. حسيت ان انا لو انا فعلا رجعت للعالم تاني، رجعت لشغلي قوي قوي وانهمكت في الدنيا اللي انا كنت فيها، وان انا بسرق الرب وقته. فقلت الوقت اللي جاي كله ده يبقى للرب الحقيقه، ان انا لازم اخدمه بكل طاقاتي، يعني بكل اللي ربنا يدوني، ان كان صحه ان كان اي حاجه يبقى ليه هو. بقى تتفرغ، تقول انا هروح العياده بس 3 ايام والبقيه المده دي انا حقيقه هتفرغ لايه؟ لخدمه ربنا. فابتدت بالاجتماعات. كنيستنا ما كانش فيها اجتماع سيدات، فقلت وماله لما احنا نتجمع مع بعض ونعمل صلاه، نصلي مع بعض. بدينا ب 19 سيدات الاول، بقينا 30 35 بنوصل 40. نماني ومشي معايا خطوه بخطوه، وازاي علمني ودربني. محلى السجود I'm
المرض موجود علشان احنا موجودين على الارض، احنا مش في السماء. ومن ساعة ما الخطية دخلت للعالم دخل المعاناة ودخل الألم والتعب، وطول ما احنا على الأرض هيفضل في ألم، هيفضل في مرض، هيفضل في معاناة، وأجسادنا مش هتختبر الخلاص التام والكامل من كل الأمراض غير واحنا في السماء. عشان كده طول ما احنا على الأرض المرض هيفضل موجود. احنا محتاجين نصلي للشفاء علشان ده أمر كتابي. نفس الكتاب بيقول صلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا. والصلاة عامة المبدأ بتاع الصلاة انه اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم. يعني في ناس عندها فكرة انه ربنا هيعمل الحاجة سواء صلينا او ما صليناش، ده كده بيشطبوا على الصلاة تماما، يبقى كده كأنه الصلاة ملهاش معنى، كأنه الصلاة ديكور بنكمل بالمنظر. مش دي الحقيقة، انه في ناس وهي بتصلي وبتطلب بتجد، وهي بتقرأ بيفتح لها. ربنا عايزنا نطلب علشان يدينا. فعشان كده مهم ان احنا نصلي، مهم ان احنا نصلي للشفاء واحنا قلبنا مفتوح. يا رب انت ممكن تشفيني بطريقة معجزية، يا رب انت ممكن تستخدم الطب، ولو في ارادتك ان ولا ده ولا ده انت هتديني نعمة، انت تديني نعمة ترفعني بيها فوق المرض. ما بقاش انسانة قلبي مكسور لاني مريضة، اني مكتئبة لاني مريضة، لكن اقدر اشعر برفعة وبتعزية رغم اني مريضة. وده اللي حصل مع بولس. بولس صلى علشان ربنا يرفع عنه المرض، فربنا قال له بولس انا هدي لك نعمة. هو صلى للشفاء بس ربنا اداله نعمة، وهو فرح قوي بالنعمة، قال اني افتخر بالضيقات لاني حينما انا ضعيف حينئذ انا قوي، لكي تحل علي نعمة المسيح. عشان كده مهم قوي انه الانسان في ظروفه الصعبة، في ضيقاته، في مرضه، يطلب ربنا ويصلي. ايه الطرق اللي ربنا بيستخدمها في الشفاء؟ في ناس بتيجي تسالني بتقولي انا مش عايزه اروح للدكتور، انا عايزه ربنا يشفيني بطريقه مباشره. فبقول لهم طبعا ممكن ربنا يشفيكم بطريقه مباشره، لكن كمان مش هقدر انكر ان ربنا بيستخدم الطب، وربنا بيستخدم الطب بقوه. يعني ربنا مش بيستخدم الطب كده وبس، ربنا بيستخدم الطب بقوه. وانا لاني دكتوره، انا لو مش مؤمنه ان ربنا بيستخدم الطب كنت ما بقتش دكتوره. انا لاني دكتوره فبشوف عشرات المرات ايد ربنا في اوضه العمليات، ايد ربنا مع مرضى الحاله مستعصيه جدا، الحاله ما فيش منها امل، وبشوف ربنا ازاي بيمد ايده. عشان كده انا عايزه اشجع الناس، ما تقولوش مش هنروح عند الدكاتره، وانت رايحه للدكتور، وانت رايح للدكتور صلي انه ربنا يستخدم الدكتور. بس كمان لو الطب ما عندوش حل ليك، لانه في حاجات كتير قوي الطب واقف عاجز عنها، لو الطب ما عندوش حل ليك اطلب الشفاء بايمان، اطلب الرب الشافي بايمان، لانه ممكن تكون اراده ربنا لحياتك انك تتشفي بالكامل. صدق انه فعلا ربنا بيشفي. لما بنصلي في ناس بتخف وفي ناس ما بتخفش، الحقيقه ده حاجه مهمه قوي نبقى مدركينها في الشفاء، انه في الصليب في حاجتين حصلوا. في الصليب حصل الخلاص من الخطيه والخلاص من انساننا العتيق، وكل انسان هيصدق في عمل المسيح على الصليب كمخلص هينال الخلاص. ده الكتاب المقدس بيقوله دائماً انه الخلاص لكل البشر، الخلاص اللي المسيح صنعه على الصليب لكل البشر، اللي هيصدق ويامن هينال الخلاص. بس في الصليب حصل حاجه تانية، ان هو في الصليب حمل امراضنا، انه بجلدته شفينا زي ما الكتاب المقدس بيقول. لكن مفيش وعد في الكتاب او فكر في الكتاب بيقول انه كل المرضى هيتشفوا، مش زي الخلاص. الخلاص كل البشر اللي هيصدقوا هينالوا الخلاص، بس في المرض وفي الشفاء مش كل المرضى اللي هيصدقوا في الشفاء هيتشفوا. اللي هيتشفي الشخص اللي ربنا شايف انه احسن حاجه لحياته ان هو يتشفي، ده الشخص اللي هيتشفي. عنده ايمان طبعا، شرط الايمان ده شرط مهم قوي، مصدق في شفاء ربنا ودي اراده ربنا لحياته. في ناس تانية ربنا شايف ان هم من خلال المرض هو هيديهم نعمه، لكن من خلال المرض في امور عظيمه هتحصل في حياتهم، في حاجات هتتصنفر في شخصياتهم، هيتعلموا الصبر اكتر، هيتعلموا طول الاناء، هيتعلموا ازاي يتحدوا بالام الناس. ممكن ناس في حياتها كبرياء، الكبرياء ده يتكسر وهم عندهم مرض، فربنا ممكن يشكل الإنسان من خلال المرض عشان كده يسمح بالشوكة دي في الجسد.
يسمح بالمرض ده من أجل خير الإنسان، يخرج من المرض بتاعه زي ما بيقول الكتاب، يخرج من الأكل أكل ومن الجافي حلاوة. ممكن ناس دلوقتي وهي بتتفرج علينا، في ناس منها تبقى عيانة، أنا عايزة أشجعكم أنه في اللحظات دي أنتوا بتتفرجوا على البرنامج، ما تستنوش حتى البكرة ولا للساعة اللي بعد كده، أنت تقدر دلوقتي وانت قاعد في مكانك فعلا تغمض عينيك وتصلي وتقول له يا رب تعالى المسني، تعالى المس المرض اللي في جسمي، تعالى حط إيدك عليا يا رب، أنت تشفيني، أنت شفيت مئات من الناس وانت حي، انت ما زلت بتشفي، انت تقدر تشفيني النهارده. صلي الصلاه دي لانها من حقك، وفعلا ممكن ربنا يمد ايده ليك بطريقه معجزيه. فرصه دلوقتي ان انا اكلم اي حد بيسمعني وبيشوفني يكون في ظروف صعبه، ويكون في بيجوز في مرض مؤلم، يكون مرض ميؤوس منه، محبط متألم، لكن أنا النهاردة بشجعك وبقولك إن ممكن ترتمي في حضن الرب، ممكن تستندي عليه، هو ليه غرض، هو مش بيسمح لك بالتجربة عشان يعذبك، لا هو سمح بالتجربة عشان تفهم الدرس، عشان ينقلك لمرحلة أخرى، عشان يوري لك شخصه، عشان يقربك منه، عشان يتعامل معاك، عشان يباركك ويبارك حياتك. فياريت كل حد بيشايفني النهاردة وعنده ظروف محيطة بي صعبة، أنا بقولك النهاردة قول للرب نحوك أعيننا، قول للرب النهاردة أنا برتمي في حضنك، قول له النهاردة أنا عاوزة فعلا أتلامس معاك، عاوز النهاردة فعلا أشوفك يا رب، تطلعني من التجربة، تاخدني في حضنك، تشدني على منكبيك، تديني قوة فعلا إن أنا أجوز التجربة بأكثر قوة وأكثر شجاعة. لا يغزى منتظر الرب، مفيش حد لجأ للرب وسابه أو أهمله، لا أتركك لا أهملك، عيني عليك. كلنا مؤمنين إن ربنا يقدر يشفي، لكن هل ربنا هيشفيني أنا؟ ده اللي مش كل الناس بتصدقه، زي ما شفنا في حكاية الدكتورة سامية إن مشيئة ربنا إن هو يشفي بطريقة أو بأخرى، لأنه صالح وبيحبنا. ونشوفكم في حلقة جاية مع حكاية حقيقية جديدة، وكنت وبقيت.